بسم الله. هنقول ترتيب غسالة ملابس وايت بوينت. طبعا اول حاجة بنعملها زي ما اتعودنا بنفتح الباب نحط الغسيل بس ما نضغطوش. بنعمل كده شبر من الغسيل والسقف الحتة تبقى فاضية فوق الغسيل عشان الغسيل يقدر ينضف يلف شمال ويمين براحته. ونقفل الباب. نمرة اتنين بنفتح درج المسحوق. اساسا عندي كل مرة نص كوباية مسحوق في الدرج اللي على الشمال ده الاساسي في جميع البرامج. عند الدرج اللي في النص بتاع الزهرة كومفورت الداوني الحاجات السائلة المعطرات. الدرج الاولاني في حاله ان انا اغسل بري ووش اللي هو الفومين بحط ربع كوبايه اضافي. كل 10 غسلات بضغط على الزرار اطلع الدرج بكل سهوله اغسله وانضف من تحته وارجعه تاني. بعد ما حطيت غسيل وحطيت مسحوق ابدا اظبط مفتاح البروجرام حسب نوع الغسيل. طبعا اقدر الف يمين او شمال عادي. عند اول بروجرام ده برنامج الاقطان اقطان البيضاء. عندنا برنامج ايكو بيوفر كهرباء بيوفر ميه بس طبعا وقته بيبقى 3 ساعات ونص. عند البرنامج ده القطن الفومين اللي هو البري ووش كل البرامج عندي بياخدوا مسحوق من الدرج اللي على الشمال ما عدا البرنامج اللي انا جايب عليه ده بيقول لك الدرج الاول يعني هياخد من الدرج الاول كمان اضافي. ده طبعا بيزود في الوقت من ثلث ساعه لنص ساعه نظافه اكتر او بياخد المسحوق الدرج الاولاني ويغسل بيه. بعد كده عندي قطن على درجه حرارته 20. عند بعد كده كلر الحاجات اللي هي الاقطان الملونه الحاجات اللي ممكن تبهد. عند بعد كده الاصواف بروفلات عاوز احط غسيل اشطفه بس طبعا شطف بس ده اللي هو الملابس. كل برنامج بيغسل ويشطف ويطرد ويغسل لوحده. البرنامج ده طبعا اوبشن زياده. عندي الارج سيف اللي هو لو غسيل لو حد عنده حساسيه من المسحوق البرنامج ده بيشطف كتير. بعد كده طرد وعصر اوبشن زياده برده عاوز احط غسيل اعصره. عندي هنا هاند ووش. هاند ووش اللي هو غسيل يدوي حاجه عاوز اغسلها على ايد عشان ما تتبهدلش او الدور خارج المنزل الحاجات اللي انا بخرج بيها. بعد كده عندي ميكس مختلط تيشرتات بنطلونات قمصان حاجات اللي انا مشكلها. بعد كده عندي هنا الجنسات وفي نفس الوقت اللي انا عاوز اغسل الدارك اللي هو الحاجات العبايات السوداء او الملابس الغامقه. فاست 60 ورابط 15. طبعا في عندي الفاست 60 برنامج ساعه البرنامج دوت ممكن اغسل عليه ايه في حد بيغير كل يوم هدومه يوم واحد بس اللبس. طبعا هدومه لما تتجمع نغسلها على برنامج الساعه دوت. طبعا يا دوبك البرنامج كله تنزيل عرق مش اكتر. البرنامج اللي فوق هو نفس الحاجه بس لو طقم واحد منه بنحطه على البرنامج ربع ساعه طبعا وبنحط معلقه مسحوق واحده مش اكتر. بعد ما حطينا غسيل ومسحوق وظبطنا البروجرام خلاص ظبطنا البرنامج على اللي احنا عاوزينه المفروض الستارت اهو هدوس عليها تشتغل. لو انا محتاج اي اوبشن بضغط عليه الاول. الاوبشنات اللي عندي لو انا محتاج اغير درجه الحراره بغيرها من الزرار دوت. لو انا محتاج اغير سرعه العصر او الغي العصر خالص بفضل انزل لغايه ما يبقى زيرو. ده ستيم اللي هو غسيل بالبخار تمام. اي برنامج بيشتغل معاه مجرد ما هدوس ستارت اللمبه هتثبت هتشتغل هتغسل هتشطف هتطرد هتعصر. الغساله بعد ما تخلص خالص هتكتب لي اند هقفل الاوكرا على الاوف. بعد ما الغساله تخلص بفتحها طبعا بعد 5 دقائق. هي طبعا مجرد ما تكتب لي اند يبقى خلاص خلصت. يستحسن الفيشه الشال بتاعت الكهرباء بعد كل غسله ما اسيبهاش في الكهرباء عشان النور اللي بيقطع او ذبذبه التيار. شكرا.